بسم الله الرحمن الرحيم، الصف الرابع، أهلا بكم. هنكمل موضوعنا اللي هو عن الـ type of adaptation. أخدنا إحنا كذا حاجة، هعمل ريفيو سريع كده بس. أخدنا عندي أول حاجة معنى كلمة structural adaptation and behavioral adaptation. كمان أخدنا الفينيك فوكس إيه الحاجات اللي هي structure عنده وايه الحاجات اللي هي بيهيفرال، وبعدين اخدنا كمان الارتيك فوكس وعرفنا ايه الحاجات الاستراكشر وايه الحاجات البيهيفرال. تمام، ده كله اخدناه. الحصه اللي فاتت. تمام، بعد كده النهارده هنكمل النهارده البول شارك. البول شارك او بيسموها اللي هو الشارك اللي عنده نوع معين من الادابتيشن هنقول عليه دلوقتي في هذا البول شارك، او بيسموه القرش الصور. تعال نشوف ايه. انا دمثل معاكم قبل كده ان اي ليفنج اورجانيزم هاخد فيه حاجتين، هاخد فيه الانواع الادابتيشن فيه. يعني عندي مثلا عندي structure adaptation، عندي behavior. ايه الحاجات اللي structure اللي عنده وايه الحاجات البيهيفير؟ ده اي كائن حي هاخده هتكلم على الحتتين دول. تعال نشوف مع بعض كده البول شارك. اول حاجه من مميزات هذا البول شارك ان هو بيعيش فين؟ في السولت ووتر. تمام، وكمان بيعيش في الفريش ووتر، يعني المياه المالحه والمياه العذبه. تمام، ده بالنسبة للبول شارك، فريش ووتر اند سولت ووتر. طيب تعال نشوف ايه نوع الاستراكشر ادابتيشن اللي عنده وايه نوع البيهيفرال ادابتيشن. هات الاستراكشر. اتس بادي، جسمه بقى يا شباب عبارة عن ايه؟ اتس بادي از ادابتد تو سرفايف ان فريش ووتر اند سولت ووتر. يعني باقي انواع الشارك التانية، ما هو البول شارك ده واحد من انواع الشاركس، في انواع كتير جدا للشارك. الانواع التانيه ما تقدرش تعيش في الفريش ووتر، ما تقدرش تعيش في الفريش ووتر. علشان كده بنقول ايه؟ ان هذا الكائن عنده الابيليتي، او البول شارك بالذات عنده القدره انه يعيش في السولت ووتر والفريش ووتر، فيعتبر ده structural adaptation، تركيب جسمه يسمح بده. Where no، شوف شوف بقول لك ايه بقى، شوف بص الجمله. No other sharks، لا توجد sharks تانية live in fresh water so it has less competition. كلمة competition يعني منافسة to find food. يعني لما هو يروح في المياه العذبة مفيش sharks تانية هتبقى موجودة معاه، فهيبقى واخد راحته اخر راحه، عشان كده ما عندوش اي منافسه. يبقى اول نوع من انواع الادابتيشن في البول شارك هو structural adaptation، ان جسمه يقدر يعيش في الفريش اند سولت ووتر، المياه العذبه وكذلك المياه المالحه. نمبر 2، it uses كاموفلاج، بيستخدم خاصية الكاموفلاج استراتيجي، اللي هي كلمة استراتيجي يعني ايه؟ يعني ايه فكرة او عنده استراتيجي، يعني مبدأ في ان هو بيستخدم الكاموفلاج. بس دي اسمها ايه بقى؟ كاونتر شادنج. ايه بقى موضوع الكاونتر شادنج دي؟ تعال معايا كده لو سمحت. ده البول شارك من فوق بيبان بلو او دارك غامق، ومن تحت بيكون ابيض. الله، طب ده ليه؟ تعال اقول لك ليه. في سمكه واقفه فوق قامت باصه على البول شارك، قالت ايه بقى لما بصت عليه؟ قالت ايه؟ When the animal swim above the ocean it may not see the bull shark in the shadow due to the dark back. ظهره بيبان دارك كانه قاع البحر، كأنه قاع البحر، وبالتالي اللي فوق ده
مش هيشوف البول شارك وهو ماشي، يقدر البول شارك يفترسه. طب ده اللي في ايه؟ يبقى انا الوقت لو انا بعوم كده فوق البحر كده ببص على البول شارك من تحت، مش هيبان لان لونه غامق نفس لون قاع البحر، وبالتالي بالنسبه لي مش هيبان. طب اللي تحت بقى السمكه دي هتبص عليه ازاي؟ How when the animal swim underneath the bull shark and looking up the bull shark may blend in، هيختفي ويمتزج مع البرايت لايت الضوء بتاع الشمس، فمش هيبان من تحت. يبقى مش باين من فوق وكمان مش باين من تحت، فبهذه الطريقه هيقدر ان هو يمتزج مع البيئة، ولا هيبان من تحت ولا هيبان من فوق. يبقى عمل حاجة اسمها كاموفلاج. على فكرة الكاموفلاج دي بسميها ايه؟ بسميها كاونتر شادينج. كاونتر شادينج يعني ايه؟ يعني التباين اللوني. التباين اللوني، وده يبقى اللي فوق مش هيشوف البول شارك لانه هيبقى لون السي فلور، واللي تحت مش هيشوف البول شارك هيبقى نفس اللايت بتاع السن. يبقى كده قدر ان هو يختبئ سواء من الاسماك اللي تحتيه او اللي فوقيه. دي بنسميها كاونتر شادينج او التباين اللوني. التباين اللوني ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبول شارك. طيب نكمل. يبقى عندي دلوقتي البول شارك عنده حاجتين استراكشرال ادابتيشن، حاجتين. طيب اتفضلي يا منى. سير، في واحد فتح الكاميرا. طيب يبقى ده كده بالنسبه للبول شارك اللي هو الشارك الثور اللي بيقدر ان هو زي ما اتفقنا يعمل حاجه اسمها كاونتر شادنج. يبقى عنده حاجتين استراكشرال ادابتيشن. نمبر 1 يقدر يعيش في الفريش اند سولت ووتر، ادي واحد. نمبر 2 بيقدر يعمل كاموفلاج مع الانفايرمنت اللي عنده بحاجه اسمها كاونتر شادنج او التباين اللوني. ايه الكاونتر شادنج؟ اللي هو ذا باك دارك باك اند وايت بيلي. دارك باك يعني ظهر غامق، وايت بيلي اللي هي الـ 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 البطن بتاعه من تحت وايت، فيقدر يعمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كاموفلاج او كاونتر شادنج. نمبر 3 it has sharp teeth. sharp teeth يعني اسنان قويه وحاده. هذه الاسنان القويه والحاده يقدر بيها cut its prey. cut its prey يعني يقدر ان هو يقطع بيها او يمزق بيها الفريسه. يمزق بيها الفريسه. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للبول شارك. يبقى نمبر 1 its body is adapted مع survive مع الفريش والسولت ووتر. نمبر 2 عنده حاجه اسمها كاونتر شادنج ان هو بيعمل كاموفلاج. نمبر 3 عنده بقى very sharp teeth. very sharp teeth يعني اسنان قويه حتى. طيب تعال نشوف الحاجات البيهيفير فيه. البيهيفيرال ادابتيشن. It eats different types of food. بياكل انواع متنوعه من الفود، وطبعا سواء بقى في الفريش ووتر الاسماك بتاعه الميه العذبه او الاسماك بتاعه الميه ايه المالحه. يبقى بيقدر يعيش او يقدر ياكل انواع مختلفه من الطعام سواء في الفريش ووتر او السولت ووتر. تمام. It hunts كم... يبقى ده كده ايه اول حاجه يا جماعه؟ ايه البيهيفرال.
وقلنا أي حاجة مرتبطة بالسلوك، أي حاجة مرتبطة بالسلوك هتعتبر behavioral adaptation، أي حاجة مرتبطة بالسلوك. Number two, it hunts during day and night. عمال يهانت يعني يصطاد أثناء النهار وأثناء الليل. يبقى أي حاجة مرتبطة بحاجة بيعملها، سلوك بيأديه أو فعل بيعمله، هيعتبر ده behavioral adaptation. إنما الحاجة اللي موجودة في تركيب جسمه، سواء إن هو بيعيش في salt water and fresh water، سواء إن هو بيقدر يعمل كاموفلاج أو عنده شارب تيز، دي كلها حاجة موجودة في تركيب جسمه أسميها structural. لكن الحاجة اللي هو بيعملها أسميها behavioral. طبعا كل ده كيب، ما فيهاش كلام، طبعا ما فيهاش كلام. الكلمات بول شارك، فريش ووتر، سولت ووتر، كومبيتيشن منافسة، شاربيتيز، كونتر شادنج التباوي اللوني، بلي بطن، ذل اللي هو شادو، ثم اندر نيس اللي هو اسفل او تحت. طيب تعال نشوف ال check your understand. قبل ما نشوف ال check understand، في حد يا شباب عنده اي مشكله في اللي قلناه؟ رايز هاند وانا معاك. شارك، ده البول شارك يا شباب اهو. بول شاركس ار ذا هتلاحظ ايه بقى؟ من فوق دارك ومن تحت بيلي وايت، يعني فوق غامق ومن تحت ابيض. Most dangerous طيب. sharks in the world, according to many experts. ده دينجر جدا، أشرس شارك في العالم يعني في البحار كلها. الهابيت بتاعه ايه؟ الفريش ووتر الانهار، وكمان السولت ووتر سواء البحر او الاوشن، سواء البحر او المحيط. طيب ازاي يا عم بول شارك بتعمل ادابتيشن؟ قال لي انا اول حاجه السيكش ادابتيشن اقدر اعيش في، بصوا يا جماعه، في الفريش ووتر اند سولت ووتر. طبيعي بقى لما يعيش في الفريش ووتر هيبقى لوحده، لان بقيه الشرقات الثانيه، الانواع الثانيه من الشرق، هتكون موجوده في الاوشن او السي، وهو ماشي لوحده كده، عمال بقى ايه، ماشي بمزاجه في النهر او في الانهار اللي هي العذبه، وبالتالي مفيش كومبيتيشن، يعني مفيش منافسه. عنده حاجتين، دارك باك اند وايت بيلي، من فوق دارك باك ومن تحت وايت بيلي. يبقى اللي تحت هيتخدع في الوايت ده كانه زي اشعه الشمس، واللي فوق هينخدع في ان هو كانه قاع البحر. When an animal swimming above the bull shark looking down into the ocean may not see the shark in the shadows due to its dark back. When an animal swimming underneath the bull shark and looking up, يبقى اللي فوق هيشوفه ابيض زي اشعه الشمس، واللي تحت سوري واللي فوق يبقى هنا يقدر سنيك اب، يتسلل للفريسه عادي جدا. اللي فوق هيشوفه زي قاع البحر، ومن تحت تشوف زي اشعه الشمس. في الحالتين يقدر، ده اسمه structural adaptation. كمان عنده ايه؟ قلنا عنده very sharp teeth. بص كده يا جماعه، very sharp teeth، اسنان حاده جدا يقدر بيها يفترس اي فريسه من غير اي كلام. التاني بعد كده ان هو can hunt different places، اللي بقى في السي في السولت، طبعا ده بالنسبه لنا. تعال بقى نشوف البيهيفرال. البيهيفر ادابتيشن ان هو، لا ده كده كله ايه، بيقدر يهانت ديفرنت بليسز، ده بيهيفرال. يقدر هانت الدي از ويل از نايت، يعني يقدر ان هو يصطاد بالنهار زي بالليل، يبقى الاثنين عنده زي بعضهم. يبقى هنا عندي امكانيه ان هو يقدر يصطاد بالشكل ده. تمام يا شباب كده؟ ده بالنسبة لمين يا شباب؟ للبول شارك. طيب حد عنده أي سؤال تاني عاوز يسأله؟ اتفضل براء. سر، هو ازاي ديله مش بيبان في السين؟ ما هو عشان بص، هو ديله، الديل بتاعه أولا من فوق برضه نفس الكلام، برضه دارك، ومن تحت لأن هو أساسا رفيع، يعني إيه، ديل مش سميك، ف
فده حركته مش هتبان قوي، لكن اهم حاجه الجزء التخين بقى او الواسع قوي فيه اللي هو جسمه كامل، لكن دي بتاعه الحركه بتاعته ممكن ما تبانش قوي لان هو بيبقى السن شويه مش عريض. العفو. يارا اتفضلي يا يارا. معلش يا سير، انا مامت يارا. كنت عايز اسال، تعال نشوف الحته بتاعت شيك يور اندرستاند. اللي عارف، اللي عاوز يا جماعه، اللي عاوز هيحل هاي رايز هاند، يرفع ايديه. It is the change in a body, in the body structure. خلي بالك بقى، a change في structure of living organisms to help survive. نشوف مين عندنا. البراء، اتفضل البراء. It's a change in the body structure of a living organism to help it survive adaptation. يا عم انت لسه هتقراهولي، قول يا عم على طول. ها؟ adaptation. No. هو لك ايه؟ It is the change. Structural adaptation. Structural adaptation. Structural adaptation. يبقى ما دام تشينج في structural body يبقى نوع structural adaptation. Number two. It is a change in the behavior. Behavior. آية، اتفضلي يا آية. Behavioral adaptation. تمام. It is used. Uses the following structure and the behavior adaptation to the following animal to complete the table. أول حاجة الفينيك فوكس. الفينيك فوكس عايز structure adaptation بتاعه والبيهيفير. هبدأ أدور من الحاجات اللي فوق. طيب مين يقول السؤال ده؟ عندنا جوري، اتفضل يا جوري. أول سؤال بيقول إيه؟ بيقول عايز حاجه من الادابتيشن بتاعه الفينيك فوكس. خلي بالك بقى الحاجات اهو. هانتس ان دي اند نايت، تانك كلر كود، بانتنج، شارب تيز، شورت ليج اند ليج، بيج اير، كان ليف ان سولت ووتر، كاموفلاج ثم باي سيزون ثم هنا ايه كاونتر شادي. ايه الحاجات اللي تخص الفونك فوكس؟ قولي واحده. تان كلر. تمام، شكرا شكرا. تان كلر كود. طب نشوف حد تاني يكمل. مين؟ صلاح، اتفضل يا صلاح. ايه تاني في الاسيغ ادابتيشن؟ البيهيفير ادابتيشن. انا بقول استراكشر، احنا خدنا واحد، فاضل واحده. A painting. No. Painting ده مش structural. إنما عندي شاشة يا جماعة. لا 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 يصير big ears. Big, big ears. ear. Big ears ده structural. تمام. نشوف يارا. اتفضلي يا يارا. قولي بقى حاجة behavioral يا يارا. Painting. Painting. تمام. يلهس زي الدوج عشان decrease the temperature. درجة حرارته. البراء، انت قلت البراء من شويه ولا ايه؟ مش كده قلت يا براء؟ طيب نشوف فهد. يلا يا فهد. انا سي. اتفضل. عايز حاجه بقى في الارتيك فوكس برضو استراكشرال. سي يبقى يصير شورت ايرز اند. تمام، شورت اير، شورت اير ايرز اند ليج. تمام. نشوف بعد مين. فهد، اياد صقر. يلا اياد، عايز ثمان حاجه استريكشن ادابتيشن في الارتيك فوكس. كوموفلاج. كوموفلاج. تمام، لان لونه ابيض في الشتاء مع السنو، ولما يجي الصيف بيبقى لونه براون. تمام. خلاص اياد. صلاح، هو صلاح اللي قال ولا انت قلت يا صلاح؟ صلاح، سلمى، اسف، سلمى. اتفضلي يا سلمى. عايزين بقى حاجه في البول شارك يا سلمى. حاجه في البول شارك بس ستراكشرال يا سلمى. سلمى سلمى بسرعه يا سلمى بالله عليكي. شاربي تيز.
sharp teeth. تمام. طيب محمد. محمد مين؟ محمد طارق. قول يا محمد يا طارق. يلا حبيبي احنا قلنا sharp teeth خلاص خدناها. حاجة تانية في البول شارك structural. Can live in fresh water. برافو. fresh and salt water. تمام. بيعيش في الفريش ووتر. تمام يا محمد يا طارق. عندنا البراء. يلا البراء. ايه تاني يا البراء؟ هنا بقى عايزين كمان حاجة structure adaptation. ايوه. تمام. counter shedding. تمام. ده كده فيه. فاضل حاجة واحدة بالنسبة للشارك بالنسبة للبيهيفرال ادابتيشن. ودي بقى هتكون من نصيب مين؟ كندا. يلا يا كندا. هتبقى hunt in day and night. تمام. يقدر يصطاد الدي اند نايت. ده الباسر كاميليون. نوع تاني بقى من انواع الكاميليون او الليزرد. احنا خدنا الاجما ليزرد اللي بتعيش في الهوت ديزرت. في الهوت ديزرت. هنا بقى هنشوف البانسر كاميليون. دي بتعيش فين يا سير؟ اول حاجه بتعيش في تروبيكال فورست، رين فورست، الغابات الاستوائيه المطيره. طبعا مطيره يعني مطر طول السنه او معظم ايام السنه في مطر، يعني اشجار ضخمه، يعني حاجه ما اقولكش. طيب ادي حاجه. تعالى برضو نشوف ايه الاستراكشر اللي بتشتغل فيها او ايه البيهيفرال. عندها ثلاث حاجات استراكشرال. نمبر 1 انها اتس اي فيس، كان فيس اوبوزيت دايركشن وير اف ايتش اي كان موف اندبندنتلي فور اذر. سو يعني ايه؟ عينها الاثنين يا شباب، انت دلوقتي عينك لما تيجي تبص على الشمال الاثنين يروحوا شمال، لما تبص على اليمين الاثنين يروحوا يمين. لا، هي غير كده. هي ممكن عينها ديت تبص كده والعينها تبص الناحيه الثانيه، يعني كل عين بتتحرك اندبندنتلي، يعني بشكل منعزل منفصل عن الاخرى. يبقى كل عين بيتحرك بشكل منفصل، فبالتالي ممكن عين تبص على الفريسه والعين الثانيه تراقب الطريق. يبقى هي تقدر بعينيها الاثنين، كل عين بتتحرك اندبندنتلي بشكل منعزل، فممكن عين من العينتين سيرش فور فود. اهو بص وان اي كان سيرش فور فود، عين تبحث عن الطعام والثانيه اند ذا اذر اي لوك اوت ذا دينجر. يبقى انا عايزك تعرف ايه اللي هتحفظه بقى. الكاميليون ايز كان فيس اوبوزيت دايركشن، لحد هنا اهو تقدر تتحرك في اوبوزيت دايركشن. ازاي؟ سيبك من الباقي ده كله، خلي بالك. وان اي كان سيرش فور فود، ادي واحده، اند ذا اذر اي لوك فور دينجر. يبقى اللي انت هتحفظه هقوله لك كمان مره اهو، وسيادتك لو سمحت اتعلم معايا عشان ما تقولش يا سير انا احفظ ايه. تعالى اقوله لك تاني، هعمله لك بالايه؟ باللون الاحمر اهو. اول حاجه هتقول ايه؟ كاميليون اي كان سي كان فيس اوبوزيت دايركشن. ادي الاول حاجه هتحفظه، عينها تقدر ترى في اتجاهات مختلفة. اللي هتحفظه تاني بقى، اللي هحفظه تاني، وان اي كان سيرش في الفود، ذا اذر اي كان لوك اوت ذا دينجر. بس كده. يبقى دي كده اللي هحفظه في مين؟ في الكاميليون. يبقى العينين تقدر تشوف في اتجاهين مختلفين، واحدة تقدر تشوف الفود والتانية تقدر تشوف الدينجر او ترائب الدينجر. ادي اول حاجة كيب في البانسر كاميليون، ودي نوع من انواع بيسمى الكاميليون او الحرباء النمر، ودي يا شباب واضح انها عندها ادابتيشن تقدر تعيش بيه. هات ايه؟ نمبر 2 الكاميليون عندها في شيب ليج.
اللي هو فيد، صوابعها من تحت يا جماعة واخدة الشكل V. ليه؟ علشان تقدر ايه؟ hold tightly في البرانشز، تمسك كويس. بص hold tightly in the branches of trees. hold تمسك، bright tightly يعني tightly، tightly يعني بشدة أو بإحكام في trees. وكمان ديلها من ورا، ديلها من ورا عامل زي الهند، تقدر تلفه على البرانشز وبالتالي تقدر تتحرك بسهولة، وحتى هانت كمان، عشان كمان هانت تقدر هانت ان هي تصطاد، فتقف بايه؟ باحكام. يبقى الكاماليون هاز في شيب فيت، ادي اول حاجه، وعندها تيل لايك هاند. ليه تو هولد؟ ليه عندها الفي شيب فيت وليه عندها التيل لايك هاند؟ تو هولد تايتلي ان برانشز اوف تريز، عشان تمسك باحكام في البرانش بتاع التريز. الحاجة اللي بعد كده في الكاميليون has brightly colored scales، يعني ايه؟ ألوانها brightly colored، يعني ألوان زاهية وفاتحة. ليه؟ علشان تقدر تستخبى في التريز، وطبعا انتوا عارفين انها تقدر it change its color. يبقى الكاميليون scales عندها brightly colored scales، حراشف ملونه بشكل زاهي برايتلي. ليه؟ To help them camouflage and hide between green leaves، تقدر تستخبى في الجرين ليفز. يبقى تقدر تعمل كاموفلاج لان عندها برايتلي كولر سكيلز، برايتلي كولرد سكيلز، حراشف ملونه زاهيه تقدر بيها انها تقدر تعمل هايد او كاموفلاج مع الجرين تريز. طبعا الحاجات دي كلها سهله جدا. ده البيهيفر بقى، تعال شوف البيهيفر. البيهيفر تلات حاجات تعمله، انا عايزك بس تلات حاجات دول بس. اول حاجه تعمل ايه؟ puffs up its body with air، لما يجي لها اي خطر تقوم نفخه جسمها بالاير، تبان كده شرسه. تاني حاجه It's open mouth wide، تفتح بقها متسع. يبقى الحاجات دي سلوك، اهو سلوك behavior، علشان كده بسميه behavior adaptation. open its mouth wide. number three it changes the color of scales، بتغير لون السكيلز حسب المكان. لو عايشة في مكان فيه ورق اخضر هتبقى لونها اخضر، تمام؟